السلام عليكم. انا بغيت نتكلم على الاغنيه تاع موح ميلان، يعني خرجت وقيله نزلها في وان ويك، سي سيمانه ولا 2 سيمانات، المهم ما علينا. ما جيت نتكلم عليها كرياكشن، يعني ندير رياكشن عليها ولا لا، ولا نتكلم على الكلمات ولا على الموسيقى. لا، انا بغيت نتكلم على يعني الميساج اللي بغى يوصل. كنشوفو انه ميساج مهم، فهمتي، خاص يوصل للشباب تاعنا، الشباب المغاربي كامل بما فيه الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا وليبيا. وهادشي هذا واقيلا اللي يهضر عليه هو كاين في الدول العربية كاملة، وهضر على البيسيك لايف، يعني خارج دار بدورة في الشارع ديالو، شنو بان ليه في المحيط ديالو، فهمت، في الشارع ديالو ولا المدينة ديالو ولا الزنقة فين ساكن. بان ليه واحد كما قال روز اوتو، بان ليه واحد كلا ساندويتش بقايا ديال الساندويتش خلاها ومشى. بان ليه واحد يعني ضارب بنت في الزنقة، بان ليه واحد شاد بنت من جلايلها، فهمتي، هي غادا تقرا ولا، وموقفها في الطريق. بان ليه واحد ماشي مسؤول، يعني كان عنده الماسك، حيد الماسك وعطاه لصاحبو، بس صاحبو يدخل لهداك المحل وهو يخرج، يعني هو يعني تكلم تاع الشعوذة، يعني هو تكلم على شنو تيبان ليه في الحياة اليومية. وهادشي هذا اللي هو تكلم عليه راه بان ليا تا انا، تا انا انسان كيزور المغرب راه تيشوف هاد المسائل هادو. ما عرفت واش غيحسوا به المغاربه ولا، ولكن وقيلا مهاجر ما كيشوفش هذاك الشيء في بلدان ديال المهجر، فهمتي، ما تيشوفوش، ولكن فاش كتجي للمغرب كيبقى يبانوا لك هاد المسائل هادو. يعني هو تيقول لك روح العالم الثاني، معوض باش انك تمارس هاد الممارسات، يعني تاع التخلف ولا الممارسات اللي غير مقبوله، تيقول لك مثلا هز كتاب وقرا. هو ما قراش مثلا يكون تمشى في الشارع وبان ليه بنادم هز كتاب تيقرا، معوض باش يكون كيدابز، فهمت، ما قراش يشوف بنادم كتمارس الرياضه، ناس كتمارس الرياضه معوض انهم شي حادثي. ما قراش مثلا كون شاف ناس تضيع وقتها في الخاوي تمشي دوزو مع عائلته، فهمتي، يعني هو تيقول لك هذا هو العالم الثاني، هذا هو العالم اللي بغى يشوف في الدرب ديالو ولا في الزنقه ديالو، ولكن ما بان ليش، بان ليه غير هذا العالم الاخر اللي هو موحش، فهمت، يعني راه هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا في المجتمع العربي. راه حنا بغينا السياسي يهتم بينا، ولكن واش حنا كنهتمو ببعضياتنا، فهمتي، بغينا السياسي يشرع قوانين باش ينصفنا، ولكن واش حنا كنمارسو الانصاف على بعضياتنا؟ الا بغينا مثلا المدينه نظيفه، واش حنا ما كنزوطوش الازبال في المدن ديالنا؟ الا بغينا مثلا المدينه فيها الامن والسلم ويعني تخرج فين ما بغيتي ولا، واش انت مثلا كتقدر ديكلاري بهذاك صاحبك ولا داك الجار اللي تيمشي تيكريس عباد الله، فهمت، كيفاش انت بغيتي المشرع ولا السياسي هذا يكون غادي معاك في اليمن وانت شاد ثلاثه؟ ما يمكنش. يعني الا كنا بغينا الاصلاح خاصنا كاملين نشدو طريق الاصلاح اللي هو طريق اليمين، يعني كاملين نشدو اليمين، يعني باش حتى داك الاصلاح نشوفوه فينا حنا، ونشوفوه حتى دوك السياسيين اللي كيشرعوا قوانين بالاسماء ديالنا. يعني الا كنا حنا غاديين في اليسار وكنمارسوا الممارسات الشنيعه والخبيثه، كيفاش هاد السياسي هذا غادي يبغي يعني راه ماشي جاي من السويد، صحيح، راه ماشي جاي من النرويج، راه داك السياسي راه حتى هو راه مغربي، وهداك الشيء اللي شافوه في الشارع وشفتي انت راه حتى هو راه عاشو، حتى هو راه شافو، ولا هو راه غادي يمارسو. اذا راه الاصلاح يكمن في الناس، فهمتي، كيكمن فينا حنا. اصلاح هو انا وانت والاخر، اذا كنا حنا غنصلحو راسنا راه الاصلاح غادي ينعكس علينا حنا، يعني مرآة السياسيين ديالنا. ونختموها بقول الله سبحانه وتعالى، يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. تحياتي.